الرحمن الرحيم. في الحقيقة احتجيت هنا وعلم الاستحسان ديالي باش تقدم شي بطاقة تقنية ولا تاريخية للفريق، وإن كنت كتبت شي كثير على فريق الاتحاد الإسلامي وجدي، وكنت عن ظهر قلب كنحفظ التاريخ ديالو، ولكن كاين شي معلومات اللي نسيتها، خصوصا بعد السنوات اللي فين كان لعب الفريق، واش القسم الوطني التالي ولا الشرفي، وبعض الأسماء اللي تقدر تغيب، ولكن على أيين أنا عذروني لأن نقدر ننسى أسماء. بحق الفريق هو تأسس سنة 1958، يعني قريب العمر ديالو لحد الآن 60 سنة، فضل رجالات ديال مدينة وجدة، منهم بومدين تموشانت، عبد الرحمن بلعوشي، ولاد مومن، وأسماء كثيرة. فترة الستينات الفريق كان ما بين القسم الشرفي القسم الثاني، كانت عنده أسماء يعني اللي نشبه هذا الفريق. وفريق في أواخر الستينات يعني 68-69 كان حصل على بطولة المغرب للشبان، فضل الأسماء يعني اللي معروفة في الساحة الكروية ديال مدينة وجدة، منهم الحسن البوهالي اللي مات اللي توفى هذه السنة، محمد محداد، سي حميدة بن الحيوان، عبد القادر الشهب اللي الان هو سفير ديال المملكه المغربيه في روسيا. السبعينات كذلك كانت اسماء اخرى اللي لعبت فريق البجور، قرطوبي، كاين التبتيجيني، على اي حال حتى الثمانينات انا على حساب الله ديالي كنت قريب للفريق بدايه الثمانينات، يعني واحد 35 سنه كنت كنتبع الفريق، وكنشوف ديك الفتره ديال الثمانينات على حساب يعني النظره ديالي والراي ديالي انها واحد الفتره ذهبيه ديال فريق الاتحاد الاسلامي الجديد، ان فريق كان يطلع واحد الاسماء متميزه، كاين الاسماء اللي جات من المولود ديال الجديه اللي كانوا كملوا المشوار وعزوا بدايه الثمانينات فريق الاتحاد الاسلامي الجديد، من امثال مصطفى الطاهري الله يشافيه، كاين احمد حديدي، مخفور، وعلي الصداق، اسماء كثيره اللي عززت الابناء ديال الفريق، منهم عبد الله كراكشي، منهم قاسمي الحارس الدولي ديال المولود ديال مجدي كره اليد اللي لعب مع لي سمو مع المولود ديال مجدي كره اليد. اسماء راني جاي لها محمد الدريسي اللي جا في 86-87، المهم في 82 كان الفريق لعب مباراة السد باش الفريق غادي يطلع القسم الوطني الأول، ولكن خسر مباراة السد في مدينة فاس ضد فريق اتحاد تواركا. وديك سنوات الثمانينات كان الفريق من أبرز الأندية ديال القسم الوطني الثاني، يعني كان فريق يعني يضربوا له ألف حساب، كانت مجموعة من اللاعبين المتميزين، سيد زهواني، المباركي، مسعيد، مانا، قاوار، ما ننساش سي محمد بن رياح ولكن قديم هو في السبعينات راني شفتو في الكاس، وكاين سي قنباص، وكاين الشنوف الله يرحمه، وكاين اسماء اخرى اللي عززت الفريق، مصطفى الراضي، بقال، مصطفى النجم، سمير الشواش، حسن ابنا، جمال ابنا. على اي حال باختصار الفريق في اواخر التسعينات بدايه التسعينات غادي يصعد لاول مره في تاريخه الى القسم الوطني الاول بقياده المدرب التيجيري، وكان واحد الموسم متميز يعني بحقيقه لا ينسى وفضل هذه الاسماء اللي ذكرت، ولكن مع الاسف لظروف خاصه وقله الامكانيات الفريق لم يصمد الا موسما واحدا ونزل القسم الوطني الثاني. في الحقيقه فات واحد السنوات عجاف، لان بعد ما نزل يعني كانت صدمه الانصار، فريق فات واحد المراحل صعبه يعني، ولكن استطاع من بعدها يعني يولي رجع بقوه في اواخر التسعينات بدايه الالفيه السي قادر مظهر، من تقلد المهمه وعلى ديك السي قادر مظهر يعني رؤساء كانوا مروا كذلك بس ما نساوهمش، فريق الاتحاد الاسلامي الجديد كان اس الدين مؤمن، كان حسن مرزاق، كاين السي قاسم المير اللي كان حقق مع الفريق السعودي واحد 4 سنوات القسم الوطني الاول الثاني قبل ما ينزلوا بعد موسمين، والفريق يعني في المشوار ديالو اعطى اسماء كبيره
يكفي نذكر الدوليين القادر الشبلي اللي مشى للوداع حميده بن الحيوان احد ابرز الهدافين ديال البطوله الوطنيه في الثمانينات مع الوليد الوشتيه. كذلك اسماء جمرت مثلا الحبيب بالحبيب اللي طرا رئيس المولوديه الوجديه، مثلا جلالي غريب الحكم الدولي اللي كان اول حكم مغربي شارك في كاس العالم اللي كانت في الولايات المتحده الامريكيه في 94، واسماء اخرى يعني كثيره اللي ما يقدرش واحد يستحضرها لانني غير راني كنرد على داك الشيء عندي مكتوب، لو كان جبته كنت ما غادي ننسى حتى شي. على اي حال هذا المهم باختصار، هذا العام الفريق يعني دار واحد المشوار يعني في الحقيقه هائل. فريق دخل للبطوله وانا تبعت يعني من الجميع العام حضرت، كان الفريق غادي ينضطر، كانت صراعات انا شفتها يعني صراعات حقا من اجل مصلحه الفريق. فريق غادي يدخل البطوله بنظام جديد، يعني فريق خصو يا الله يضمن البقاء باش يكون معنا قسم وطني اللي غادي يكون ممتاز. يعني يعني نصف ديال الفرق ماشي غادي تنزل وانما غتقعد واحد القسم ادنى. ودخول يعني بواحد يعني الخزينه ديال الفريق كانت تعاني على حساب القربي من الفريق، كانت تعاني خصاص وافلاس وديون متراكمه، ولكن رفض التحدي المسؤولين ديال الفريق والطاقم التقني مع واحد الفريق اللي في الحقيقه كان في المستوى. كنت متبع الفريق يعني عناصر عندها مؤهلات وكاين عناصر اللي غتمشي بعيد، ما غاديش نذكر الاسماء، ولكن المهم الفريق ككل كان متكامل. الفريق عانى هذا الموسم اللي فات يعني واحد المعاناه وقاوم على جميع الوجهات. فريق بدوني يعني متراكمه ديون، فريق بدوني دعم واحد العام اللي الجهات المسؤوله كانت مشاكل ما دعموش الفريق. فريق يصارع على عده وجهات، مشاكل يعني اعترضت وعراقيل كما نقولوا اعترضت الفريق ديالو في المشوار ديالو. المهم على اي النتائج ملي بدا الموسم كانت طيبه مع مرور الدورات، يعني الاحلام والطموحات ديال الانصار والجماهير ديال الفريق بدات كتكبر، بداو كيطالبوا الفريق باش انه يحقق الصعود، وكان هذا مطلوب يعني كان يخصو مجهودات كبيره، ولكن كل شيء يعني مكونات النادي رفعت يعني شعار التحدي. وواجهت يعني عده مشاكل، منها يعني كما قلنا الخصص المادي، هناك مشاكل اللي وقعت مع بعض الاطراف يعني فرق اخرى اللي كانت تحارب الفريق يعني، وكما نقولوا يعني الفريق كان مستهدف يعني بين قوسين، يعني انه مستهدف بطرق غير شرعيه باش يحرمه من حقه في الصعود، ولكن بفضل الرجالات ديالو وراكم كنتو تبعتوا جميع الجرائد الوطنيه كان الاتحاد الاسلامي الوجدي هو حادث الساعه، ولكن كان هناك واحد التعاطف من جهات يعني كبيره والصعيد الوطني بان هذا الفريق هو اللي يستحق الصعود، وذاك يعني اللي تحقق يعني بواحد الفضل مجهودات كبيره، وكنهني الفريق على هذا المشوار ديال هذه السنه ونتمناو له السنه القادمه. غير حاجه باش ما ننساهاش، يعني الاتحاد الاسلامي الوجدي الميزه اللي عنده كيتسير من عند الابناء ديالو. كنلقاو السي جمال الكواشي اللي كنعرفو بداية الثمانينات وهو كتاب، السي حميدة بن الحيوان اللي كان لاعب ومدرب ومسير، محمد بحداد اللي كان لاعب في الفريق والآن راه يعني في الآخر، السي القادر مظهر حارس سابق ديال فريق الإسلام الجديد، جمال أبنا، وباقي المكونة ديال المكتب هما محبين. بداو صغار كاين اللي هنا كان غير صغير يمشي حتى هو يدابس في الصداد الاخر، الان ولاو هما مسيرين، والطاقم التقني كذلك. يعني هذه الميزه عند هذا الفريق اللي في الحقيقه 60 سنه كانت كلها صراعات ومعاناه من اجل اثبات الذات. وشكرا.